نعم، كما تتابعون مشاهدينا الكرام في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي. La citoyenneté est un apprentissage. La citoyenneté n'est pas innée. Et donc, كل ناف برؤساء البلديات بالأحزاب المجتمع المدني لازم نوعي بعضنا بعض فيما يخص المواطنة la citoyenneté وما نتكلش على الآخرين. هذا يوم انتخابات، يوم اختيار مسيرين ليسيروا شأن الشعب على المستوى القاعدي. اعتقد انهم مفروض عليهم يجوا ينتخبوا، الا ما حبش ينتخب الانتخاب ماهوش حق وواجب، ولكن ما قدرش نرجعوا اجباري. Au maire le pouvoir et l'autonomie financière. C'est à revoir. انا قلت باللي فيه لحد الان رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا ان المؤسسة القاعدية لانستيتيسيون دو باز دو ليتا سي لا كومين، ومن بعد لا ولاية لي كوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لان مثل ما قلت
صلاحيات تطلب امكانيات، والامكانيات ماهيش موجوده عندهم. الامكانيات تقريبا كلها ممركزه ضرائبيا وغيرها. ان شاء الله هذا الشيء كل نراجعوه ان شاء الله في 2022 تكون مراجعه جذريه بالنسبه للجماعات المحليه ان شاء الله. تفضلي. سابق الإذاعة الوطنية القناة الأولى، سيد الرئيس صرحتم في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية غير مهمة، كيف تنظرون إلى ما سيفرزه الصندوق خلال هذه الانتخابات، خصوصا أنكم أكدتم أن البلدية هي النواة الأساسية في تحقيق التنمية؟ شكرا. أعتقد أن الانتخابات المحلية تكون مشاركة أقوى من المشاركة الأخرى لأنها تهم المواطن مباشرة. أنا الكلام اللي قلته أول في غير محله، قلت اليوم نبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى لا غبار عليها، ولا واحد يشتكي بأن كان فيه تزوير ولا الصوت نتاعو مشى ولا كذا. النتيجة هذه وصلنا لها الحمد لله، ولا واحد قادر يقول اليوم أن المجلس الشعبي الوطني وقع فيه تغيير نتائج وقع فيه إلى آخره. هذه نقطة أساسية وصلنا لها، وإن شاء الله نستمر على هذا المنوال. سيد الرئيس، أمينة بالنبي قناة النهار، اليوم عدد من البلديات خارج السباق الانتخابي بدون مترشحين، كيف ستتعاملون مع هذه البلديات؟ هل سيتم تنظيم محليات استثنائية أم أن الإطار الإداري هو من سيسير هذه البلديات طيلة هذه العهدة؟ سؤال ثاني إن أمكن سيادة الرئيس، خارج السياق الانتخابي، زيارة لرئيسة الحكومة التونسية، الوزير الخارجية قال أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري، ما هل يمكن تحديد الموعد وما هي أجندة الزيارة؟ شكرا. شكرا. فيما يخص الانتخابات، أنا ماذا بيا نقعدوا في الانتخابات، السياسة الخارجية ربما في وقت آخر ولا في ظروف أخرى نطلق لها. بالنسبة للانتخابات المحلية، فيه حقيقة بعض البلديات ما كانش فيها قوائم، ولكن نادرة جدا. في 1541 بلدية ربما المشكل يتعلق بتسع بلديات ولا ثمان بلديات، 40 بلدية أقصاها، ما هوش مشكل. هذا القانون واضح، في حال ما فيش انتخابات تكون لجنة تاع التسيير في انتظار ما تكون ظروف مهيئة لتنظيم انتخابات في هذه البلديات، ما طرحش مشكل. بالنسبة للزيارة تاع السيدة الوزيرة الأولى رئاسة الحكومة تاع تونس، في تبادل يعني زيارات، في تبادل آراء، في تبادل تجارب مع شقيقة تونس، وستتواصل إن شاء الله. وأنا ناوي إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل باش تكون فيه زيارة الدولة إلى تونس شقيقة إن شاء الله. الجزائر سيد الرئيس، سفيان مراكشي قناة الميادين، رغم وصول الجزائر إلى آخر محطة للبناء المؤسسات المنشود، هناك بعض الأصوات ما زالت تتحدث عن مرحلة انتقالية وتتحدث عن مراحل أخرى. ثاني سؤال إذا سمحتم سيادة الرئيس، منطقة عزيزة على الجزائر علينا جميعا يهددون يعني بأنه في حالة ما إذا لم تصل بعض المنتخبين إلى البلديات يقومون بسداد البلديات أو بحركات احتجاجية، ما هي الضمانات التي تقدمونها للشعب الجزائري لصون صوته؟ شكرا. أولا، في قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني وسيصدر عن قريب جدا فيما يخص المس بالمؤسسات وغلق المؤسسات وتحريف أصوات المواطنين. الناس اللي ينادوا اللي يسبحوا يعني ضد التيار، عندك ما تدير لهم، لن تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. احنا نمشيو مع أغلبية الشعب. اليوم باش تكون فيه سياسة أيا كان البلد فيها إجماع تام، ما كانش إجماع، ما بقاش في العالم مش في الليلة في الجزائر، حتى صار الإجماع يثير شكوك. إذن كل واحد وأفكاره. احنا المهم الجزائر إن شاء الله ماشية إلى مستقر لها باقتصادها الأساسي، هو نعاود نبني الاقتصاد، نرسخ الديمقراطية الحقة، مش ديمقراطية تاع عصابة ولا تاع يعني خليها الديمقراطية شعار لتمرير أمور أخرى إن شاء الله. احنا وكل حال هادو أقلية ونحترموهم، يعني المعارضة محترمة،
مهم أننا ما نصلش إلى العنف وإلى أمور لا تحمد عقبها، ولكن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها. Vous avez posé trop de questions. المجال أمام فئة الشباب ليأخذوا زمام الأمور، أكيد عندهم مؤهلات عندهم كفاءات، ولكن يفتقدون للخبرة لتسيير الشأن العام. هل تعولون على هذا؟ هل فيه إمكانية؟ كيف ستكون المرافقة لهؤلاء؟ الاختيار مش لي أنا، الاختيار المواطنين، واختيار المواطنين أعتقد أنه يمشي للشباب، لأن يصبحوا اليوم هم الأغلبية في الوطن. ولما نشوف العدد الهائل تاع متخرجي الجامعات، ما بقالش اليوم باش نختار انسان اللي مستواه يعني مستوى تعليمي بسيط جدا باش يسير امه مثقفه في اغلبيتها اولا. ثانيا ولا واحد زاد عنده تجربه، يعني باش نخرجوا من هذه الحلقه المفرغه قال باش نعينه لازم يكون عنده تجربة، ولكن باش يكون عنده تجربة لازم تعينه باش ياخذ تجربة. إذن وأعتقد أن تكون لهم تجربة في أقصر زمن أقصر مدة، لأن عندهم مؤهلات لاستيعاب القوانين واستيعاب قوانين التسيير وقوانين التنظيم. شكرا. صباح الخير سيادة الرئيس. صباح الخير. زين بنزيطة من قناة تي ار تي عربي. الآن اعترفتم أن هناك عدم أو منح صلاحيات لرؤساء البلديات أو للمجالس المحلية. ما هي الاستراتيجية اليوم لكم في إطار التكفل بالمطالب المحلية، وخاصة ما تسموه بمناطق الضلع، علما أن هذه المناطق تطالب بالمزيد من التنمية المحلية؟ هي مناطق الضلع يعني ما تواجدها داخل البلديات، ما هيش يعني موجودة لنفسها بنفسها، داخل البلدية معناه باللي كل البلديات يعني ما وصلتش التنمية لكل تراب تاع البلدية، فيه مناطق تاع ضل اللي ما وصلتهاش تنمية، ورانا نحاولوا نوصلوا لها التنمية بالكهرباء والغاز والمدرسة والمطعم المدرسي إلى آخره، من ماء كهرباء إلى آخره، يعني من مرافق أقلش ما يقال يعني السميك دي ديفلوبمون سي سا. أما البلديات أنا شخصيا يعني من 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 تخرجي 69 حتى الماضي قريب جدا ابن الجماعات المحلية، ما أنا ماشي معاك. الجماعات المحلية اليوم بلدية ولا ولائية هي المؤسسة القاعدية، سي لا سيلول دو باز، الخلية الأساسية للدولة الجزائرية. ولكن مثل ما قلت في 1541 بلدية فيه ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، منهم راكي تعرفي انت شروين وتينركوك يعني مش بلديات اللي قادرة تسير نفسها بنفسها، ما عندهاش إمكانيات. وفيه بلديات أخرى غنية جدا عندها مناطق صناعة صناعية، عندها سياحة، عندها تجارة قوية، كل هذه جزء من الضرائب يرجع لها وخلتها بلديات غنية. كيف نساوي بين الغنية البلديات الغنية والبلديات الفقيرة؟ هذا ما نشوفه إن شاء الله في تغيير قانون البلدية وقانون الولاية، ويكون إن شاء الله في سنة 2022 حتى نعطي البلديات ولا أغلب البلديات نعطيها إمكانيات نتاع سياستها. ما يمكنش اليوم بلدية تدير سياسة اجتماعية بالأموال نتاع الخزينة، ولا تنطلق في سياسة نتاع السياحة وحدها منفردة بدون الوزارة وبدون حرية. والاستقلالية نتاع البلديات تتماشى مع إمكانيات المالية نتاع البلدية، ونحاول كيفاش نخلق البلديات مداخل أخرى من غير مداخلها موجودة حاليا.
السلام عليكم، ميلود بن علي صولي مراسل الإخبارية السورية من الجزائر. سيد الرئيس، تكلمت كثيرا وقلت أن المجالس المحلية والولائية هي النواة الحقيقية للتنمية. طيب، ولكن المنتخبون المحليون دائما يشتكون بتغول الإدارة، إن صح القول، تغول رئيس الدائرة والوالي. هم مجالس المنتخبة لا يمتلكون صلاحية. هل سنلاحظ في القانون الجديد توازن بين صلاحيات الجهاز التنفيذي ممثل سواء كان ذلك في الولاة ورؤساء الدوائر وفي المجالس المنتخبة؟ وشكرا جزيلا. شكرا. صلاحيات ما هي الصلاحيات اللي طالبين بها؟ صلاحيات اللي عندك انت امكانيات باش تمارسها ماديا وماليا، اهلا وسهلا. اما باش تخلي مؤسسة يعني كل الأموال اللي تتدفق فيها أموال الخزينة العمومية، والأموال تاع الخزينة العمومية لها قوانين خاصة في تسييرها وفي صرف هذه الأموال. إذن لا كان الحرية باش نصرف المال كما نبغي، هذه ما كانش. كل مال يصرف لازم رقابة عليه وعنده قوانين تاع صرف الأموال العمومية لأنها أموال المواطنين. أما تخلق نفسك ثروات أخرى خارج الأموال اللي تجيك من الخزينة العمومية فأنت حر فيها وحر في تصرفها، بشرط أنها تمشي كذلك طبقا للقواعد العامة للتسيير، التسيير المالي والتسيير الإداري والتسيير. إذن ما ندخلش في التفكير على أساس أعطيني حرية دولة داخل دولة، هذه ما تكونش. احنا دولة موحدة صمم بي يونيتر فيش. شكرا، بارك الله فيكم. آخر سؤال تفضل. سيد الرئيس، أحمد خالد، وكالة أنباء المصرية. الرسالة التي ودونا إبلاغها العالم مع استكمال المحطة الأخيرة في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، هو أولا هذه آخر محطة بالنسبة للبناء. دولة عصرية، دولة مبنية بسواعد أبنائها، هم اللي اختاروا المسؤولين، هم اللي اختاروا المسيرين. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أننا سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن. هذه هي الرسالة، ما فيش رسالة أخرى. شكرا، بارك الله فيكم.